بالتزامن مع صرف الرواتب عن شهر يناير في إمارة الشارقة، والتي شهدت زيادة بعد قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة بجانب رفع الإعانات الاجتماعية لمستحقيها بنسبة 100% في نهاية العام الماضي. تشهد منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تداول عبارات ومقاطع فيديو تحمل مشاعر الشكر والامتنان لصاحب السمو حاكم الشارقة على هذه المكرمة السخية. لمياء المازمي ترصد جانبا من هذا التفاعل في الفقرة التالية. أهلا بكم. تزامنا مع استلام رواتب شهر يناير والتي شهدت زيادة فيها بفضل مكرمة سخية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وسم شكرا أبونا سلطان في بادرة للتعبير عن الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو حاكم الشارقة. فمن بين عبارات الشكر ومقاطع فيديو تفاعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الوسم، وهنا نرصد لكم أحد المقاطع المتداولة والمتمثلة في قصيدة شعرية تحمل عبارات الشكر والتقدير لسلطان القلوب. نتابع. يا بنت شيخنا اللي غمرت الدار بفضالك، يا راعي الفضل بعد الله والمنه، كلنا نحبك ونعشق طيبة أفعالك، وإحنا فضلك نعيش اليوم في الجنة يا شيخ سلطان. طاب الفال من فالك وطيب لولاك، ما ندري أبد عنا، وإحنا لنا الفخر عشنا بوارف أضلالك يا نهر جاري، كلنا نرتوي منه يا سيد المجد. فعلك يسبق أقوالك، تشهد لك الشارجة علي مسونة، خليتها تبتسم كل يوم بقبالك، وإحساسها العذب في حبك صدق ظنه، رعيت ربك بشعبك وارضك ومالك، متوثق بحكم شرع الله والسنة، والله يجزيك خير ويجزي أمثالك. وهنا نقرأ معكم بعض التغريدات التي غرد بها على وسم شكرا أبونا سلطان. من مريم حديد: سلطان القلوب عز وفخر، شكرا أبونا سلطان. وفي التغريدة التالية من السيد عبد الله وفيها: الذي لمسته من فرحة وحب وامتنان من إخوتي وأهلي جعلني أكثر سعادة، وحمدا لله لما نعيشه من حب ولاتنا لنا وحبنا لهم، زيادة ليست فقط بالمال بل بالحب. هذا الوسم قليل في حقك يا والدي، شكرا أبونا سلطان. وفي تغريدة أخرى من محمد الخاصوني وفيها: اللهم احفظ والدنا وقائدنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وسدد خطاه واجزه عنا خير الجزاء، شكرا أبونا سلطان. ومن تويتر إلى انستغرام، ونقرأ لكم تعليقا على القصيدة الشعرية: صح لسانك الشاعر، والله يحفظ أبونا الغالي اللي شغله الشاغل راحتنا، اللهم ارزقه وزيده وبارك له مثل ما يسعدنا، الحمد لله الذي سخره لنا، واللهم لا تحرمنا منه، من آمنة الأميري. ومن علي أحمد: حفظك المولى عز وجل وبارك لك في عمرك على طاعته، وأفرحك الله كما أفرحتنا. وأخيرا من الكمالي: أسأل الله أن يحفظه من كل سوء ويسعده كما أسعدنا، وأن يرزقه من خير الدنيا والآخرة، شكرا أبونا سلطان. تجدر الإشارة أن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة قد طالت كذلك مستحقي الإعانات الاجتماعية في إمارة الشارقة بنسبة 100%، فشكرا أبونا سلطان.